السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لكم كيكة سهلة وسريعة وبأقل مواصفات وبأقل مجهود. عندنا هنعمل لها برضو حاجة في الاخر كده هتعجبكم، اتفرجوا وشوفوا لاخر الفيديو. احنا معانا دلوقتي 2.5 كوباية دقيق منخولين نخل كويس مرتين، ومعانا 3 بيضات، 1 كوباية سكر، ممكن تحطي برضو 1/4 كوباية سكر لو انت حباها اكتر، 1 كوباية لبن، انا كيس كريم كراميل اللي هقول لكم هعمل بيه في الاخر، معانا 3/4 كوباية زيت، فانيليا، ليمون وبشر ليمون، 3 بيضات، معلقه كبيره خل، ويلا نشوف. وده من سر رفعة الكيكه اللي هيعجبكم دلوقتي برضه. بسم الله. المكونات السائله كلها نحط الفانيليا معايا، حوالي معلقة فانيليا، والليمون والبشر، الخل، السكر، لأن السكر لازم يتحط مع المكونات السايلة عشان ايه يبدأ معاها، البيكنج بودر هنحطه مع الدقيق، هنقلبه هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنبدأ بقى نحط المكونات، نقلب الأول الدقيق في البيكنج بودر زي ما قلنا، نبدأ نحط الخليط ونقلب في اتجاهه. بسم الله، نقلب التقليب في اتجاهه. خلوه ربع ساعة شغال، نبدأ ننزل الخليط بسبتيرون، ننزله نص ساعة إن شاء الله. كيس الكراميل ومعاه 1 كوباية لبن ومعاه 1/2 كوباية زيت. هنبدأ نحط معاكم 2 معالق لبن بودرة، احنا ضربنا ضربة، نحط 2 معالق لبن بودرة ونبدأ نضرب. هنطلعها بقى إن شاء الله من الفرن. بسم الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبة وجميلة وعلي خالص. نبدأ حبايبي نحط على الصوص اللي احنا عملناه، صوص الكراميل. احنا ما عملناهاش بالكراميل اصلا، كيكة عادية جدا، بس عملنا لها الصوص الكراميل. كيس الكراميل عملناه، هو دلوقتي بسم الله. من خطوط عرضية. بسم الله. نزين بقى. نجيب بالعرض كده، ايه رأيكم في الشكل ده بقى؟ وده بقى بعد الشكل النهائي ليها، ما شاء الله طرية، صو جميلة ما شاء الله، وبالهنا والشفاء. ما تنسوناش بقى يا جماعة في الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير.